والصواب ما عليه الجمهور من أن الركاز دفن الجاهلية من أي نوع كان المال، سواء من ذهب أو فضة أو معادن أو ألماس أو ما إلى ذلك مما يدفن، ولكن لا بد أن يظهر فيه علامة أنه من مال الكفار، فإن كان عليه ما يدل على أنه من أموال المسلمين فهو لقطة، إذا كان ظهر فيه ما يدل على أنه كنز لمسلم مال لمسلم فإنه يكون لقطة ولا يكون ركازا. الركاز يشترط فيه أن يكون من دفن الجاهلية من أموال أهل الكفر، أما إذا كان عليه علامات أموال المسلمين فإنه يكون لقطةً.